نرجع بنحييكم مجددا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. بننطلق بفقرات حلقتنا وفقرتنا تجميليه بتعرفنا اكثر وتعطينا تفاصيل خبيره تجميل نهى معوض وكل التبس حول المكياج وكيفيه وضع المكياج. اهلا وسهلا فيك نهى. اهلا فيكم. كيفك؟ شو اخبارك؟ تمام. اهلا وسهلا نهى. رح نمشي ستيب باي ستيب. اول شيء نحكي عن الفاونديشن، شو انسب طريقه لوضع الفاونديشن؟ هي اليوم انا خصصت هذه الحلقه عن وضع كل القصص اللي خاصه بالميك اب ستيب باي ستيب، رح ابلش بالفاونديشن. اوكي. هلا الفاونديشن بيختلف اكيد نوعه، اذا شو عم نحط الليكويد ولا السميك، بيجي سوبرا كولر بنقول له بيغطي اذا في قصص. هلا شو بدي انا استعمل؟ اي نوع فاونديشن لازم نقي يا السبونج يا الريشه. اجمالا السبونج بننقيها لما ما نحط الفاونديشن السميك. أوكي. لان بيساعدنا لنعمل طبطبه نحن وعم نمسح الفاونديشن وبيكون هدفنا نغطي قصص. اوكي. انما اذا عم نحط الليكويد اسهل بكثير نحط بالريشه لانه بنمده بطريقه سريعه جدا مش بتمتصه السبونج. عاده السبونج كثير وبصير سميك يعني. مزبوط. وبتصير اذا عم نحط ليكويد وعم نستعمل السبونج، السبونج بتشرب الليكويد. يعني بتشرب نصه. صرنا كثير عم نشوف هيدي الفرشاية نهى، شو قصتها هالفرشاية وقديش هي فعالة؟ ليكي أنا حطيتها خصيصا اليوم تأحكي عنها. طريقة أكيد اتجاه الفاونديشن دايما بده يكون بعكس المسامات، ما بدنا ندخل الفاونديشن يعني بالمسامات. يعني كيف إذا بتعملي هيك ويتفتحوا مساماتك أنت بالعكس الفاونديشن بدك تحطي. عكس الكريم النهار مثلا تتغذي بشرتك تلوع. هلا هيدي الريشة بالتحديد شو بيميزها عن غيرها؟ انه اليوم راسها للريش، راس الريش بيجوا مع بعضهم وهن بيشتغلوا، انت عم بتحطي الفاونديشن بيصيروا يغطوا لك السكن اذا بدك بيتغلغلوا بالمسامات بلا ما يفوتوا بقلب المسام. اوكي. يعني انت عم بتحطي انعم بكثير على الوجه. بس بحس انها بتاخذ كثير، بتاكل كثير من الفاونديشن. ليكي صار الكميه بتاكل من الفاونديشن كثير. بيكون كثير فاونديشن. كوانتيتي اوف فاونديشن. ليكي العكس نانسي لقلك ليه؟ لانه هي راسها عم يحمل الفاونديشن وعم بتوزعي براس الريشه، بالعكس جواتها ما عم بفوت، عكس الريشه للي انت عم بتحطي بتكوني عم بيكون عم بغلغل بقلبها كمان لانه انت عم بتنيميها فبصيروا يفوتوا، هون الراس عم بيحملهم ويكبهم. وسهل انك تستخدميه، يعني ما بدها انه تكنيك معينه او بس لخبرة التجميل. ليكي هي هينه كثير، بس ضروري نحن اليوم حسب وين بدها تحط الفاونديشن. يعني في مطارح بالوجه، جنب الانف، داير من دار الشعر. بنقرب شوي الفاونديشن على تحت عيوننا ولا بس نترك هالمنطقه بس للكونسيلر؟ لا فينا نحط، لانه هو اجمالا الكونسيلر والفاونديشن اغلب الكواليتي اوف ميك اب صاروا بيكون الفاونديشن والكونسيلر ذات التكستشر، فكرمال هيك بنحطهم. انما الفرق هي اختيار قياس الريشه. بالنسبه للفاونديشن كيف بدنا نوزع على وجهنا؟ مطرح ما بدي اعمل كونتورينج بالغامق لازم تكون الريشه اصغر من مطرح ما بدي وزع على كل وجهي اللون اللي بيتناسب مع لون جسمي. اوكي. هيدي الريشه بنعمل فيها كونتورينج ولا لازم تكون سبونج للكونتورينج؟ نو ما بيأثر، فينا بالسبونج بس ساعتها بدي اطويها للسبونج. وفيني استعمل بالريشه مثل ما قلت وافضل للليكويد فاونديشن الريشه. اوكي. بس للصغيره تقدر اعمل الكونتور. اوكي. هيدا بالنسبه للفاونديشن. بالنسبه للباودر، هل ضروري نحط باودر من بعد الفاونديشن؟ وهل شو الفرق بين البودر كومباكت او اللوز كمان؟ وشو بالنسبه للرياش شو فينا نقول؟ اوكي. هلا بالنسبه للباودر الفرق اذا كانت لوس باودر ما بتكون هينه على الشخص بالتطبيق لها، بدها بروفيشنالز يشتغلوها لانه بصير يجوا شعرهم وحواجبهم ورموشهم وهالامور. صح مزبوط. هلا ان كان بدهم يستخدموا اللوس باودر او الكومباكت باودر، ضروري انا اليوم لما بدي استخدم الباودر مثل ما بقسم بالفاونديشن الغامق بمطارح والفاتح بمطارح، انا اليوم لما بدي احط الباودر كمان بدي اقسم، وطالما بدي اقسم الوان الباودر غامق وفاتح يعني انا كمان بحاجه لمش لقياس واحد. لا فيني استخدم قياس وسط، بيقولوا لك ما لي جلاد قياس وسط ويلا على كل وجه بيزبط على كل. اذا بدنا نحن اليوم نوصل للمشاهد المشاهدين الاشياء الانسب اللي هي بتسهل طريقه مكياج نظيف، انا اليوم داير عيوني اسهل اني احط
بالريشه الصغيره، وهون تحت الانف بين الانف والشفاف هول الخطين اللي بنحطهم هون بالفاتح، هول ما فيك تحطيهم بالريشه الكبيره لانه كمان بتجوي الشفاف ومناطق ثانيه. مثل ما عم نشوف هون مثل ما عم نشوف هون، واكيد الكونتورينج وتضعيف الوجه بتروحي للريشه اللي اكبر من هول اللي عم نشوفها. واذا كانت الوحده بدها تحط باودر على كل وجهه تنقول بدها تغمقه شوي على لون بشرتها، من بعد ما تكون حطت الباودر العادي ساعتها هون بدها تستخدم الريشه اللي بتجي مثل ايبوفانتاي، بتجي مثل المروحه. اوكي هي بيسالوا كثير هلا شو بنعوزها، هيدي لما بدك تحطي بتجي القياس الكبير تمرق تمرق هيك لتضيع حتى توحد اللون اكثر exactly. بين الوجه والرقبه ومنطقه الصدر. مزبوط. طب بالنسبه للاي شادوز كمان عندنا مجموعه من الرياش القياسات وبيحتاروا ايهم بده يشتروا او هل اللي عندهم بيكفون لانه يقدروا يحطوا الاي شادو. هلا انا بنصح اول شيء الاي شادو دائما بالمي، وهي الطريقه اللي بشتغلها واللي بعلمها. أوكي. لانه بالاكوا ميك اب قادره تشتغلي، برجع بكررها بلا ما تجوي الرموش ولا الحواجب ولا حتى يفوتوا ببعضهم بطريقه انه يهربوا تحت العين، وبيضاين اكثر كمان، بيضاين اكثر ما بيقشط تحت العين، بتضطري تكتري باودر، وهيدا الشيء ببين تجاعيد للسيده اللي عندها تجاعيد اكثر. يعني كثير بس انت نوها كل انواع يعني الاي شادو بتحطيهم مع مي حيلا نوع ولا لازم يكون خصوصي؟ انه هلا هن من الاشياء اللي عندك اياها بالبيت. أوكي. جربي مع مي، في اشياء بتمشي في اشياء ما بتمشي. أوكي. ساعتها بتكفي تستعمليها دغري فوق الكونسيلر ساعتها بلا ما تحطي باودر لما بدك تستعملي الاي شادو العادي. انما لما بدك تستعملي اي شادو مي لازم فوق الكونسيلر ينحط باودر بالريشه الصغيره تتكوني انت اعطيتي ماتيتي، ما عادت في اويلي تكستير، بطلت على زيت، ما عادت رطبه. مزبوط رطبه، ساعتها بس تحطي الباودر صرتي تقدري تستعملي الاكوا اي شادو. وفي عندك الوان كثيره كمان من الاقوى حلوه بهالموسم. ايه مزبوط. كرمال هيك هون في كمان تقسيم، يعني على القليل الوحده يكون عندها كل شخص يكون عنده على القليل ريشتين. يعني ريشه للالوان الفاتحه، ريشه للالوان الغامقه، على القليل اثنين. لانه في اشياء للي مع لمعه احسن تكون ريشتها لحال، او تكوني عم تحطي المات واذا ريشتك بدك كثير تغسليها، او مطرح بدك تحطي مع لميع مطرح لا. بس انه اثنين قادره الوحده لإلها لبيتها تكتفي باثنين، وحده للفاتح بتعمل لها مثل العلامه يعني تتعرف انه هي للفواتح للالوان الفاتحه. أوكي. والغامقه للغامقه، والافضل يكون عندها وحده تعمل الاستومباج بيناتهم، مزج الالوان. مزبوط، هي اللي بتبقى اوبليك يعني ورب شوي. شطر. طيب بالنسبه للايلاينر في انواع عديده من الايلاينر بين الفتر، بين نستعمله ووتر بروف العادي. هون كل ريشه لشو؟ هلا كل ستيل بدنا نعمله بنرتاح نعمله مع ستيل معين. بس اذا كنا نحن بدنا ما نشتغل اكوا ميك اب، المكياج العادي للي بتحطي كونسيلر بتكون مثل ما قلنا المنطقه رطبه او طريه، هون ما فينا نستخدم الايلاينر الاكوا للي مع مي لانه ما بيعلق على المطرح الطري. هون بنستعمل الجل، بيكون كثير اسهل لنا مثل ما شايفينها تحت. أوكي. بوكال والجل فيه ينحط بالريشه السميكه شوي. الجل بيضاين كثير، وفوق الكونسيلر ديركت دغري بيزحط وبيسهل عمليه وضع الايلاينر. سواده حلو كمان للجل، يعني بيعطي هاللون المميز للايلاينر. مظبوط، ولما ينشف بصير ووتر بروف، ما بيعود يروح بسهوله. بس هون بده يكون حدا برو ليحط بالجل. إيه لانه اذا نوضع الطريقه غلط خلص بيعلم. مزبوط. كرمال هيك هون بنرجع بنذكر هيك شوي بين هلالين اهميه الواحد ياخذ جلسه ولو وحده يتعلم فيها كيف يستخدم هالامور للي بده يحطها على وجهه بتسهل عليه العمليه. الفاتر اذا اكثر شيء بنستعمله اذا ما بدنا نعمل ميك اب، يعني بس بدي احط اي لاينر ما بدي احط كونسيلر ولا شيء، بهيدي الحاله الفاتر كثير سهل انه ينحط. غير هيك بيلبكن وبيقولوا ليه جبتوا على اساس جربوا لي اياه على ايدي وكان كثير حلو. لما عم طبقوا ما زبط. الاكوا اي لاينر اللي هي هذيش اللي هالميل، هيدي لما بدي مثل البانتور زيت الشيء بحط مي وبغمق الاسود قد ما انا بدي، واكثر شيء بننصح فيه لما نكون عم نعمل اكوا ميك اب. اوكي. هيدا طيب. بالنسبه للاي لاينر. هلا غير انه الستيل هو بيتطلب منا اوقات مزبوط من سيده تمشيت يمكن هون الحواجب ورموش. مزبوط تمشيت الحواجب، فينا نرش شويه فيكسر سبراي على ايدنا ونمرق الفرشايه عليها تما ناذي الجلده وما ناذي شعره الحاجب، لان يعني في كثير بحبوا يثبتوا شعرات حواجبهم. صح بيطلع مور ناتشرال كمان. مزبوط، بيقولوا اذا استعملنا الجل اوقات عم ببين مثل القشره ابيض او الجلده عم نحس الشعر عم بتهر. سو
سو بهيدي الفرشايه اللي هي مثل المشط هي هيدي للحواجب وللرموش الى الميلتين اكيد حسب الواحد شو بده واللي أوكي. فوق هي كمان للرموش ببعض من الاحيان واللي والمشط كمان يعني اثنيناتهم اذا بدنا او ثلاثتهم اللي عم نشوفهم فينا نستعملهم يا للحواجب يا للرموش حسب اذا عم تمشطي رموشك ورا ديريكت ما تكوني حتى ماسكارا او اذا كنت حتى ماسكارا ونشفت الماسكارا ما بيعود فيك تستخدمي المشط لان بتصيري تقطشيهم للشعرات ما بتعود تمرق ساعتها بدك تمشطيهم بهيدي اللي هالمال اللي ما بتغلغل جواتهم كثير طيب نهى بالنسبه لفرشيه البلاش شو الانسب شو لازم نختار هيدي البلاش ما بيعرفوها كمان قصة انه بدك ثلاثة اذا بدك تحطي بطريقة برو بنرجع بنقول فينا نستخدم مثلا الورب للي هي بالنص ونحط على كل وجهنا اوكي اذا نشتغل مثل ما حكينا افضل يكون في دائما ببلاشنا اذا بدي احط بلاش برونز ما اكتفي بالبرونز لحاله حط معه شوية على زهر او شوية على اذا بدنا على بيتش كولر فكرمال هيك لما انا بدي ادخل هاللونين تعطي جمال اكثر للبلاش افضل تكون كريشه لشيء والابوفانتاي اللي هي مثل المروحه هي للاكلال اللي بينحط على راس الخد هون او كمان اذا بدي مرق برونز على كل وجه من لون البلاش البرونز ما فيني مرقه بالبروس الكبيره بيجبي لي كل ميك اب انما بالابوفانتاي بقدر هيك مرق كوانتيتي صغيره بتساعدني لزت كوانتيتي قليله كمية قليلة بلا ما اكون عم كتر وخرب الستايل اللي بكون عطيته بس هيك لازم تكون الريشة يعني شطب كمان مثل شطب اكثر شيء كرمال الخدود الكبيرة مثل ما لاحظتي هون لما بدنا نغمق تنضب هيدي المنطقة عند بعض من الاشخاص عندهم اياها بتبين لازم هون نغمقها هيدي المنطقة ومنطقة الكورساج والمنطقة الكبيرة بالوجه افضل هون يعني مطرح ما بدي احط افضل حط بالكبيرة انما اذا بدي اعمل كونتورينج اقسم بالاغمق هون بدي استخدم الشطب بتساعدني يعني اكثر يعني عن جد الاساس هو مثل ما بيقولوا وضع الفوندوتان هو اللي بيعطي هيك نضاره للوجه مزبوط. اذا واحد بيتعلم هذا الشيء مزبوط لازم. لانه اليوم اذا بتنتبهي بيكون اوقات الواحد مصوره صوره مساقب وجهك تعبان صح اعملي لها بالفوتوشوب بتعرفي الابلكيشن سو اليوم غيري بس لون بشرتك بعيده شو هو غيريها شوي يعني تحسي بس انه تريحي بشرتك بتحسي بين جمالك انت ذاتك احمر الشفاه بنوصل كمان لهالخطوه الاحمر الشفاه في كثير بحبه مثلا المات مثل ما هيدا الكونتور اللي هو تحت محطوط هيك مثل اللي عم بدرس بتقلي بنتي قالت لي مثل اللي عم تدرس بالمكنه هيدي الشغله بعلمها انه لما بده يحطوا كونتور اول شيء مرقوا التقطيش ويرجعوا يجمعوهم بالريشه هي افضل بداين اكثر يعني مش بداين اكثر ما بتحطي كميه الشفاف. كبيره اوكي منها زيتها بتمرغيها وبذات الوقت بتكوني عم تقدري بالريشه تتحكمي تعملي الفار اسهل من انك تعمليه بالقلم ويخرب شوي ناتشرال بيطلع اكثر هيدي هيك للتعليم اكثر يعني للي منهم كثير بروفيشنال لحالهم هلا هيدا الميك اب هيدا الحمره اللي هو مات بيكون كونتور اوقات وحمره بذات الوقت يا بيكون هيك يا بيكون اسمك شوي كل شيء مات ما فيك تحطيه دغري على شفاف ناشفه، إذا بتلاحظوا إذا جربته قبل بتلاقوا إنه يب بينقرم دغري القلم، بتكون يمكن دافعة حقه صح. غالي أو مبسوطة صح. فيه جديد، طيب ليه عم ينكسر؟ لأنه لازم تحطي شيء طري على شفافك قبل، مش دغري على شفاف ناشفة، فضروري هون استخدام يا نقطة من الجلوس، هون بنشوف الجلوس اللي كان دارج واللي هلا بطل دارج، هيدا الجلوس إذا عندهم منه فيهم يستخدموه بس كرمال يمرقوا شوية ترطيب للشفاف أوكي. من فوقها يحطوا القلم المات ويكفوا المات بيتكفى على شفافك بسهولة بلا ما ينقرم القلم وفينا نستخدم مرطب الشفاه يعني قبل ما نحط كمان القلم كمان مرطب الشفاه كمان بس انه هو اوقات لانه بيكون عندك اللون قريب احلى تحطي الباز ايديك اقوى بتطري وزياده الاشخاص اللي عم بحطوا مات دائما على شفافهم بيلاحظوا انه عم بيقشبوا شفافهم هالفتره بيقولوا عم نلاحظ انه على طول مقشبين ومقشرين صح. كمان بيروحوا من رونق اليوم لو بدك تحطي مات حطي تحته حمره طريه احسن من كريم عادي اوكي وبالريشه اللي عم نشوفها فوق هي بنحط فيها الحمره للي هون عم نشوفها حدا بنحط الحمره العاديه الكلاسيك للي ما بتموت هيدي الموضه هيدي منا قادره تعملي انت تتركي الحمره كريمي وقادره من بعد ما تحطي الحمره تمرقي كلينكس وتعملي تب 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 بتصير تماما مثل كانه عندك الالوان ذاتها على ما بالاول حلو كثير
اوكي منتابع هون شو هون عم نشوف الطريقه السوبر بروفيشنال اذا بدنا نقول لوضع الحمره كانه عملتيها عند اختصاصيه تجميل ببيتك. اذا حتى الفاونديشن اول شيء بتكفي شوي بتحطي على شفافك، مش ابدا ما بتقربي، لانه اوقات ما بيقربوا مظبوط، بصير في فراغ لا على فوندوتان ولا بودر حد شايفهم، فلازم تكون الحمره راكبه على الكونتور بطريقه تحسي انها كثير نظيفه داير من دارها، هيدا الشيء بيعكس انه شفافك مقلوبين ومكياجك نظيف. كرمال هيك فاونديشن مثل ما لاحظنا بالريشه اللي حكينا عنها فوق الباودر كمان ورجعنا عملنا العمليه اللي هي القلم، مرقنا القلم هون القلم العادي مش المات، كرمال هيك بيمرق فوق اذا حتى باودر. ومن القلم بتمرقي باز للحمره، لان القلم بيبقى كمان التكستير تبعوله سميكه بتساعد حمرتك تتضاين كل النهار، مش مثل يلا عم تحطي حمره وماشيه على السريع. بدك تضايني كل السهره او كل النهار، وبترجعي بتحطي بالريشه نمبر 5 بنلاحظ الحمره اللي عم نقول عنها الكلاسيك اللي ما بتموت وما بتبطل. من بعد ما نكون وزعناها بنحط بالكلينكس هون بالشاشه عم بيتمرقوا تابوتشمون طبطبه لانا نشف الحمره شوي. واكيد اذا حبيت ترجعي تضيفي الوان او تسمكيها اكثر. طيب والباودر لازم تكون فاتحه يعني نسبه للون الوجه على الشفاف؟ حسب اللون اللي عم بتحطيه، إذا أنت عم بتحطي ألوان غامقة ما تروحي كثير على الفاتح، لأن إذا عم تحطي أوبرجين بتصير اللون يضرب على موف جري بيضيع، مثل اللي عندها سيرن ما فيها تحط أنتي سيرن فاتح، بدها تحطه ميل للأورنج، كرمال هيك هيدا السؤال حلو إنه إذا عم نحط ألوان غامقة بدي أحط أنا على شفافي البودر وسط، يعني نوعا ما وسط فاتحة. على غامق. نصيحتك الأخيرة نهى شو بتقولي؟ نصيحتي الأخيرة اليوم كل حدا ما بيعرف كيف يحط وما بيعرف يستخدم الريش اللي عنده، يعني اول شيء يكون عندك الريش والادوات الصحيحه، بعدين ارجعي تعلمي مكياجك، يعني فيك تجي تتعلمي، بس اذا رحتي على البيت وما عندك الاغراض المضبوطه او ما عندك اياهم يعني بين ايديك تستعمليهم، بتكوني تعلمتي بس ما عم بتطبقي، عم ترجعي تروحي تستعملي اشياء غلط، كرمال هيك اليوم يكون عندك اهم من الاشياء الاساسيه، تعلمي جلسه وتحطي في شي دوره قريبا؟ دورة دائما نحن عم نعملها بريفي صرنا خاصة مضبوط، خلصنا من البار جروب صرنا عم نعطي برايفت، فكل حدا بيشوف على الانستغرام الارقام واي شيء بيقدر يتسجل بريفي يكون لحاله للاوتو ميك اب عم نحكي. ميرسي نهى، شكرا لحضورك معنا ولكل هالمفاهيم.